أصدقائي رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا مكالمة جميلة جدا مع فنان كلنا بنحبه مع النجم الطفل المعجزة أحمد فرحات. نقول ألو. ألو ازيك أيوة. يا باشا حبيبي ازيك؟ الحمد لله زي الفل. فاكر عمل باشا أنت عامل إيه؟ والله وأنت كمان الحمد لله ربنا يخليك الحمد لله. أنت يعني أنا عايز أقول لكل أصدقائي اللي بيشوفونا النهاردة إن أنت كنت المفروض تكون معانا على الهوا. بس معلش العربيه اتعطلت وكمان تتعطل فانا اعتذرت وقلت خليها مداخله. هو ده لسه من شويه كنت بقول ان دايما الانسان المتربي مهما بتكون الظروف صعبه برضه بيحاول يوفي بوعده. وانت فنان فهم. جميل ودايما دايما يعني مش هتكلم بصفه شخصيه ان احنا اصدقاء، انا بتكلم بصفه طبعا. فنان ان انت بتحافظ على مواعيدك جدا 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 وملتزم بشكل غير عادي. يا استاذ محمد هشام انت اعلامي كبير ويعني مش يعني بعد من زمان قوي فتحت امرك يا حبيبي. طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم على بدايتك الفنيه اللي هي مين اول حد اكتشفك وطريقك ابتديته ازاي؟ المسرح المدرسي مهم جدا. تمام. وطبعا اي هوايه لازم تمارس من خلال المدرسه عشان يبقى فيها رقابه وكده. خطفوني تمثيل واحد زي مساعد مخرج من المسرح المدرسي وداني صاحب بطيخ. عملنا فيلم مجرم في اجازه. حلو. ما فيش شوقي صباح وعماد حمدي وسامح ايوب. وبعدين لقيت نفسي اتخطفت في التيمه من فيلم لفيلم لفيلم. اتعلمت من المخرجين واتعلمت من الممثلين اهتموا بيا علموني. ايه المواقف اللي انت غيرت فيها السكريبت بتاع الـ الاعمال بتاعتك؟ ربنا يخليك. انا كنت وقت الدراما كمان لي وبعدين شافني عز الدين الفكار مخرج عبقري طبعا. تمام. قال لي مثل كوميدي وبتاع وتعالى عبد الحليم حافظ بيعمل فيلم شارع الحب تعالى ارقص فيه. تمام. قلت له ارقص بقى يعني وخلاص ايه؟ قال لي يا احمد يا حبيبي الرقص هتخربش في مخ الناس. بقى واحد سنين سنه. حلو. وغيرت كاريري زي ما انت قلت لي زي ما سالت سؤالك يعني اللي بعد كده رحت اسال قلبك بقى بقيت كوميدي بعمل سكتشات كوميديه لايف على مطعم صغير عشان الناس والانبساط والتثقيف يبقى حقيقي وعملت سايت لكس طبعا الكوميديا وكمان الواحد يغير كارير يعني كل شويه. طيب غيرت كاري بقيت مهندس غيرت كاري بقيت فنان يعني كده يعني. لحظه لا احنا يعني زي ما انت شايف معانا احنا دلوقتي طاقيه لخفه كويس. طاقيه لخفه بالنسبه لك بطوله وعلامه مميزه كمان. تمام. ايه الاسرار اللي ما بينك وما بين طاقيه لخفه والفنان عبد المنعم ابراهيم؟ الفنان عبد المنعم الله يرحمه الله يرحمه اشتركت معاه خمس افلام. تمام. كان اولهم طاقيه لخفه فعلا وكان كمان قبل كده افلام بسيطه يعني بس كنا بطوله سوا انا وهو طاقيه لخفه ما كناش مع بعض. هو انسان زي ما انت كنت بتتكلم في برنامجك بيزرع طاقه ايجابيه لكل الناس الموجودين في اللوكيشن. حلو. ودمه خفيف جدا وظريف جدا طبعا بس ممثل على حق لان طبعا خريج الفنون المسرحيه هو بيثقف نفسه يعني بيحب يثقف نفسه. الفيلم ده فنان حلو. اتفضل. الفيلم ده يعتبر من الافلام اللي كانت سابقه عصرها. يعني الخيال اولا علامة مميزة ليا. تمام. مشهور. اثنين الانجازي مصطفى المخرج عشان عمل الخلع بتاعته. الخلع الجميله اللي انت شفتوها. فالفيلم بقى حلو. الفيلم ده من 60 سنه وعايش لغايه النهارده. وبنصدقه يعني لما بنشوفه ما بنقولش بنصدقه وبنحبه. الحمد لله ده عشان كان فيه اخلاص العمل يعني. طيب الفنانه هند رستم ومواقفك معاها جميله. ده اللي بنقول بقى الحب الناس في العمل والحب الناس في اللوكيشن بيخلي الفيلم حلو. طيب اللوكيشن التغيير اللي انت غيرته في الفيلم ايوه زي فيلم مثلا شارع حب. تمام. كان عمر شريف ممثل عالمي وبعدين جبناه طبعا المنتج جابه فجه ما خدش فلوس كتير ولا حاجه وكان فيه مجموعه كبيره يعني بص الصوره بس انت جبتها مدام هند رستم احمد فرحات
حلو. عواد شريف سعاد حسن الدين ظهرها لي، وكان في يوسف بيه واحده وعبير ابراهيم حبيبي. فاللي حصل الفطير عبد الوهاب بيقول لي تعالى يا احمد اطلع المسرح قول سيداتي سيداتي يعني سلسله، وانا هاني الكبر على مدام هناك دروسكم. كنت كبرت بقى، كان ده 64، فكنت كبرت شويه. تمام. قلت له يعني ايه مش جايين ابواب الكل؟ قال لي اه. قلت له اقدم حاجه. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له اقول نكته. ايوه. قلت له اقول نكته، سمع النكته لقاها كويسه يعني. فخلاص اتفقنا هقولها. شوف بقى جمال الابلكيشن ونكته سامعين مع بعض، وده الفن الجميل بنقول عليه. حلو ده. ما دام دروستهم قالت ايه؟ بنقدمه في طريقه فيها تباين. يعني تمام. ايه تباين؟ يعني ان انا هبقى ان انا هقدم حاجه كبيره قوي قوي ويطلع حاجه صغيره قوي. يعني قالت ايه؟ اقدم لكم نمره، انما نمره الاستاذ الكبير احمد فرحات ورا جيبتها، كنت واقف كده عند الضربه على الزاويه ودخلت. يعني فيها كنت فيها كده، شوف نجمه كبيره زي دي عايزه تنشر طفل صغير. تمام. طب وبابا حبيبي؟ ما برضه بابا حبيبي. انت صديقي وعارف كل حاجه. ربنا يخليك يا محمد دياز. حبيبي ربنا يخليك. بابا حبيبي بقى برضه فقير عبد الوهاب، بيحب يخلي الممثل براحته. زي مثلا نوعش زي ناس تانية. تمام. يقول لي اقف جنبي عمر شريف، يقول بابا بيا وقت، اقول له بابا انت. قلت له احنا مش بنضحك عليك. قال لي ايوه. قلت له بيعرف الطالب ان احنا نصابين ونضحك عليه. قال لي ايوه. قلت له طب انط عليه واطلع له فوق كده واحضنه واقول له يقول لي بابا مين يا واد؟ اقول له بابا انت حبيبي. ايوه. وامد بقي كده. الاستاذ يوسف بيه وهبه، يوسف وهبه يعني. لقيته حضنني وبسني وقال لي انت هتطلع نجم جميل. شوف شوف الاحترام. بص من عند انا مش وقته النص يعني. تمام. شوف الاحترام في كلام حضرتك لما بتجيب سيره يوسف بيه وهبي. شوف طبعا. حتى التعبير بتاع حضرتك فنان كبير نجم من النجوم، ولما بتيجي تفتكر نجم كبير زي يوسف بيه وهبي بتقول عليه ايه؟ طبعا. وبتقوله طبعا. ازاي وبتقول اسمه ازاي؟ الاستاذ عمر الشريف، الاستاذ عمر ابراهيم، الاستاذ اندروستم، لا كلهم اساتذه طبعا. الحاجات دي راحت فين؟ الاخلاقيات دي بقت موجوده بقت راحت فين؟ وايه اللي غيرها؟ والله اقول لك انا عصر السرعه والماده واسمه ايه اللي بيقول عليه ثوره الخراب اللي ملهاش لازمه، خلت الاسلوب في حتى في الحارات المصريه مش زي زمان. كلنا كنا بنحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير، ما بقاش ده اللي بقى فيه قله ادب بجاحه. بس شويه شويه الناس هترجع لطبيعتها يعني. طيب اخر موقف يعني عايز كل الناس تعرفه وتشوفه وتكلمنا عنه، موقفك الاخير مع معالي وزير الشباب والرياضه. كنا مع بعض سيادتك. عزمتني انت في وزاره الشباب والرياضه، كان بيعملوا زي حاجه افتتاح لمواهب ارب تالنت، كانت الفنانه صفاء بالصوت. والله حاجه جميله، ومدارس صفاء بالصوت كانت هي بتقدمه واحنا كنا حاضرين. سيادتك الموقف الجميل، سياده الوزير طبعا كلنا بنحبه، راجل نشيط في الرياضه طبعا جدا، من قبل ما اشوفه كنت بحبه جدا. لما جينا احنا نخرج ناس كتير جايه تعالى ليه اتصور معاه، يفكروني بايام النجوميه او وانا بدي وقت، تيجي الناس عايز اتصور معاك وكده. احنا وقفنا على الباب كده عشان احتراما ليه يخرج هو الاول. مظبوط. لما شافني شافك رجع علينا سلم عليا وسلم عليك، وقال لي مدام الدكتوره عايزه تضري. ايوه. قال لها خدي تليفونه عشان يتعاون معانا وكده. فطبعا حاجه جميله، انسان اخلاق جدا جدا حاجه بصراحه. انا اداني بقى ايه ساعتها زي ما انت بتقول، اداني الدفيات وشعور ايجابي وثقه. طبعا. 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 وقال كلمه حلوه قوي، قال ده شخصيه من الشخصيات اللي بحبها. يعني قد ايه انت محبوب، قد ايه انت نجم، قد ايه انت ليك. يا ريت يكون بيسمعنا، وانا اشكره جدا يعني ان انا فرحني، والواحد قليل الفرح في اليومين دول. لا طبعا لازم تكون فرحان على طول، وان شاء الله الفتره اللي جايه تحقق كل نجاحاتك وتعمل كمان اعمال جديده ان شاء الله. ان شاء الله بمشيئه الرحمن يا حبيبي. ان شاء الله بحضر لك حاجه كده في الاذاعه خاصه بموارد المائيه والري، بمسلسل اسمه عروسه النيل خلاويص، ان شاء الله تطلع معانا وتعمل دور حلو كمان في رمضان اللي جاي ان شاء الله.
ربنا يوفقنا. دي مفاجأة ليك على الهوا. الجميع يا رب. دي مفاجأة ليك على الهوا. اتفضل. دي مفاجأة ليك على الهوا. اه طبعا انا ما سمعتش منك قبل كده، مع انك بتكلمني كتير وبكلم فيك. لا لا انا حبيت ان انا اعملها لك مفاجأة النهارده، ان انت ان شاء الله هنشارك في عمل اذاعي في رمضان. ان شاء الله. طيب عايز اسالك اخر حاجه، ايه مين اللي خب بايديك بجد وكان بيعلمك من كل الفنانين اللي انت اتعاملت معاهم؟ والله كتير يا فندم، يعني منهم اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين علمني يعني ايه كوميديا، يعني ايه تشتغل كوميديا وتضحك بجد بدون ما تهرج يعني، او بدون ما تشقلب، ولا انت عارف الكوميديا بتتقسم الوسط والكوميديا الراقيه والكوميديا الشعبيه. تمام. اسماعيل ياسين كان كوميديا شعبيه. تمام. فكان الراجل ده بيقعد معايا ويجيلي وقته، واستاذ عبد الحليم طبعا كان جميل، قابل بعضنا في الكوتيشن. انت عارف الستينات كان دخل القومي المصري القطن والسيما، فكنا بنعمل افلام كتير، فمش ممكن يعني اكون معاه في فيلم قابل في الاستوديو، اقعد عنده في قطن ونقعد نتكلم، وكان طفل صغير وراجل ذكي جدا عبد الحليم حافظ، يقعد يكلمه كانه بيكلم راجل كبير، حتى خد برايي في حته في فيلم وعوتي جماهير. تمام. جيت اللوكيشن اوردر جالي اروح، رحت لقيتهم بيتكلموا وتناقشوا الملحنين واستاذ عبد الحليم وحلم رفضه مخرج الفيلم، يعني لقيتهم بيتكلموا انه عايزينه يغني اغنيه زياده. تمام. فقال لهم ايه ده، هو بيحب التمثيل جدا خلي بالك، وممثل عظيم. تمام. خلي بالك يعني. فبيقول لهم لا كفايه ده، كتر خير الاستاذه شاديه يعني ما غنتش الا معايا اغنيه واحده، وما حتى ما غنتش اغنيه بنفسها. طيب. احنا هنعمله ايه فيلم غنائي؟ فانا قاعد بعيد كده ما شفتنيش ولا داخل استاذ عبد الحليم. قال لي احمد حبيبي اهلا تعالى يا حبيبي، راح شايلني وقعد جنبه عند المكان. تمام. يعني. قلت له انا ليا راي ثاني يا استاذ عبد الحليم. قال لي ايه، اسمعه يا حبيبي. قول شوف شوف بيقدرني ازاي، عايز يسمع رايي. طفل صغير وده راجل يعني مخه نظيف وذكي جدا. قال لي اسمعه يا حبيبي. قلت له يا استاذ عبد الحليم انت ممثل جيد جدا وكلنا عارفين كده تمثيلية، بس انا عايز اسالك سؤال، الراجل ده يطلع تذكره ويقعد في صاله السينما جاي عشان مين؟ المغني عبد الحليم حافظ بيحبك كمغني ام كممثل؟ فما هو بيحبك كمغني غني له. مظبوط. قلت له اسرع فعلي كان اغنيه بلاش عتاب وقالها فعلا. طيب قول لي ايه الموقف اداني ويابا نصحني في حاجات كتير يعني. طيب ايه الموقف اللي حصل معاك بدايه في علاقتك بعبد الحليم حافظ؟ لا انت حبيبي قلت حبيبي استاذ عبد الحليم حافظ جميل. كان فيلم شارع حب جاي برقص فيه. لا نزل مكار قال لي تحول كوميديا بقى وتعالى ارقص وكده. تمام. فداخل اعمل مكياج، مساعد المكير هو بيعمل لي مكياج حلو، وفي المكير بيقعد على حد كده بدري ما عارف بيعمل له مكياج برضه، بس مش عارفين مين ده. فالمساعد يقول لي ايه رايك يا احمد، بتحب الاستاذ فريد الاطرش اكتر ولا عبد الحليم حافظ؟ انا بقى كنت بتفلسف كده اقول له انا بحب الاستاذ فريد الاطرش اكتر. تمام. لقيت اللي بينفع عمل كده هنا ولقيت عبد الحليم حافظ، يا نهار ابيض ده هو بطل الفيلم وانا جاي بعمل حته صغنطوطه قوي. تمام. اعيط كان عندي 8 9 سنين اعيط اروح اعمل ايه؟ قلت هشتغل بقى شهابه ولباقه يعني. فبيقول لي ايه يا احمد يا حبيبي؟ بتحب الاستاذ فريد اكتر، شوف هو بيقول الاستاذ فريد. تمام. شوف الجمال يعني، جمال الشخصيه. قلت له اصل يا استاذ فريد بيغني ويلحن لنفسه، انت بتغني بس. حلو قوي. اي حاجه لقيت اي حاجه اقولها. قال لي يا حبيبي يا احمد انا لما اغني بس متمكن واجيب احسن ملحن واحسن مؤلف يطلع الاول متخطى اخد شال حاجه. تمام. انا شاوله ايجابي يعني هز راسي من فوق لتحت كده. بس بذكاء قدرت انت تخرج من الموقف. حمل بعد عداوه. تمام. ولو جبت انت دلوقتي اغنيه لولو هتقيم الممثلين بحب واحترام. اكيد طبعا اكيد طبعا. والرقصه بتاعتك لغايه دلوقتي موجوده ومحفوره في ذهننا وبنحبها وليها علامه مع الاغنيه. والله جميله فعلا دي، ما انا 61 سنه ومخربشه دماغ ناس. تمام. وعايشه. انا اولا انا سعيد جدا بالمكالمه الجميله دي، وبشكرك ان انت اديتنا من وقتك، وبجد انا كنت ابقى اسعد لو انت كنت موجود معايا، وان شاء الله توعدنا قريب جدا ان شاء الله تبقى معانا على الهوا ان شاء الله بشير الرحمن، لان انا جماهير المعجبين بتوعي وحشني هم كتير كتير بجد، وان شاء الله تكون معانا على الهوا.
بشكرك جدا بشكرك جدا بشكرك جدا مع الف سلامة. بشكر الطفل المعجزة الفنان أحمد فرحات، بشكره على كل الحاجات الحلوة اللي عملها مع كل النجوم اللي ساهموا بكل ابتسامة بكل حب بكل الأعمال اللي عملوها اللي حفرت ذكريات جميلة جدا. فيلم طاقية الإخفة بيقول الأستاذ أحمد بقاله 60 سنة فيلم، ومع ذلك فيلم كبير يعني فيلم طويل جدا، فيلم خيالي، فيلم كان سابق عصره، يعني فيلم كان فيه خيال وكان سابق عصره في الوقت ده، ومع ذلك احنا صدقناه حبيناه كلنا بنحب نتفرج عليه كلنا لغاية دلوقتي مركزين معاه وحافظين كل المشاهد اللي فيه. الأفلام اللي فعلا بتنتج ويبقى فريق العمل اللي موجود بيحبوا العمل هتوصل لنا، لما يكون في احترام بيوصل لنا، لما يكون في كل واحد بيسمع التاني، الكبير بيسمع الصغير والصغير بيحترم الكبير، بنقدر نتواصل ونقدر ان احنا نعمل حاجة جيدة تفضل موجودة، لانها بتفضل موجودة لان احنا بنبقى حابين ده انه يكون موجود. عايزين نقول ان احنا دايما 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 ما نحاولش ان احنا نظهر اسوأ ما فينا، حاول على قد ما تقدر تجمل من نفسك، تجمل من نفسك بكلماتك باسلوبك بابتسامتك بضحكتك بمعاملتك مع الناس. حب كل حاجة بتعملها، حب شغلك، لو ما لقيتش الشغل اللي انت بتحبه فعلى الأقل حب اللي انت بتعمله، لو ما لقيتش الشغل اللي انت بتحبه حب اللي انت بتعمله علشان يوصل للي قدامك بده. لما انت بتشوف شخص وبتبقى من جواك بتكرهه، الإشارات اللي جواك بتبعث له وتبعت له الطاقة السلبية اللي جواك، فغصبا عنه هيتعامل بنفس الشكل. حتى لو في حد بيسيء ليك ما تتغيرش، دايما تعامله بخير، ما تحطش سوء النية، حط حسن النية. طبعا هنرجع تاني ونقول بقى كل الأسئلة والناس اللي مستنيين مين اللي فاز معانا في الحلقات اللي فاتت. قبل ما نقول مين اللي فاز نقول الأسئلة بتاعتنا اللي موجودة في كل حلقة. أول سؤال النهاردة من شركة كيان للدعاية والإعلان. شركة كيان للدعاية والإعلان بتقدم لنا في كل حلقة فايز واحد جايزة قيمتها 250 جنيه. السؤال بيقول ما هو اللون اللوجو الخاص بشركة كيان للدعاية والإعلان؟ اللوجو بيبقى موجود ورانا على طول، عايزين الإجابة تبعتها لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة. لون اللوجو inmasr.com، موقع inmasr.com شعاره دايما انتك صنع واحنا نبيع. الموقع ده موجود معانا على طول، مشارك البرنامج بيرعى البرنامج، في كل حلقة من الحلقات بنقدم سؤال وجايزة 250 جنيه. السؤال بيقول ما هي الألوان الموجودة على موقع inmasr.com؟ هنخش على الموقع ونشوف الألوان ونبعت الإجابة على الواتس اللي بيظهر على الشاشة. السؤال الثالث، شركة الفراعنة للتصدير والاستيراد. شركة الفراعنة للمقاولات، المهندس عايد العدس بيقدم لنا في كل حلقة 250 جنيه. السؤال بيقول ما هو العنوان الفرع الرئيسي لشركة الفراعنة للمقاولات؟ شركة تجور 1000 مليون، الحمد لله على السلامة لمدام حنان، كانت بتمر بأزمة صحية كبيرة جدا والحمد لله بدعواتكم قدرت انها تتعافى، وان شاء الله ان شاء الله تبقى موجودة معنا في حلقة من الحلقات. مطعم وكافيه تجور بيقدم لنا 500 جنيه لاثنين فايزين. ما هو عنوان مطعم وكافيه تجور؟ اخر سؤال، خبيرة الموضة ومصممة الازياء جيجي محمود بتقدم لنا جايزة، اسمعوني كويس، فستان فرح او خطوبة، للي هيجمع 4 الاسئلة كل حلقة بنقول سؤال ويبعتها لنا على الواتس. سؤالنا النهاردة بيقول ما هو اللون اللوجو الخاص بأتليه جيجي؟ نسحب بقى اسماء الناس اللي فازت معانا الفترة اللي فاتت، معانا 5 من الاسماء، هنحاول ان احنا نشوف مين اللي فاز في الحلقات اللي فاتت. اول فايز معانا صافي خالد احمد ابراهيم. صافي خالد احمد ابراهيم الف مبروك. الفائز الثاني او الفائزه الثانيه فايزه احمد عبد المجيد. فايزه احمد عبد المجيد الف مبروك. الفائز الثالث جمال شعبان محمود الف مبروك. الفائز الرابع خالد شكري ويليام الف مبروك.
آخر واحد النهاردة في حلقتنا. آية عبد الرحمن سليمان، آية عبد الرحمن سليمان. ألف مبروك لكل الفايزين اللي شاركوا معانا في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة هستناكم تبعتوا لنا الرسائل على إجابة الأسئلة اللي احنا سألناها. دايما عايز أقول إن احنا في كل الناس نيوز بنحاول إن احنا نعرض موضوعات مهمة، وفي نفس الوقت نعرض إعلاناتنا، وفي نفس الوقت نكسب الناس اللي بتشوفنا الجوائز علشان بيشاركوا معانا ودايما يبقوا مشاركين معانا، لأن دايما هدفنا الأساسي إن احنا نقدم معلومة وجايزة، وفي نفس الوقت نبقى مبسوطين مع بعض. احنا بيجي لنا نجوم، بيجي لنا رجال أعمال، بيجي لنا سيدات أعمال، بيجي لنا شباب بيعرضوا أفكارهم، وهو دورنا، ده دورنا. بشكر القناة، قناة الصحة والجمال، بشكر رئيس القناة، بشكر كل القائمين على العمل، لأن أنا لو مش معايا مجموعة محترمة، مجموعة بتحب شغلها، مجموعة بجد، من غيرهم أنا ما كنتش أبقى موجود قدامكم. الناس دي كلهم بيحبوا شغلهم، علشان كده بيطلع المنتج اللي انتوا شايفينه بالشكل اللي انتوا شايفينه. أنا بشكركم وبشكرهم، ودايما استنونا قبل الميعاد بساعة مع برنامج كل الناس نيوز. أنتظركم الأسبوع اللي جاي في مفاجآت جديدة وجوائز جديدة وموضوعات جديدة. بتمنى لكم وقت سعيد.